حول تطور إصابات كورونا في مناطق شمال غربي سوريا. ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم السويد. أهلا بك إبراهيم. بداية مساء الخير. مساء الخير نور وأيهاب. يعني أمس دفن الدفاع المدني جثث 8 أشخاص للأسف توفوا بسبب الفيروس بمناطق إدلب. حدثنا أكثر عن أعداد الوفيات، لماذا هي بالتصاعد كما هو حال الإصابات بالتصاعد؟ نعم، يعني بالفعل في الفترة الأخيرة بدأت ترتفع أعداد الوفيات في مناطق شمال وشمال غرب سوريا بشكل يعني تصاعدي. الدفاع المدني أعلن عن عدة وفيات في الأمس، اليوم هناك أيضا وفيات أخرى هنا أي حيث أتحدث في منطقة المخيمات، أكثر من 40 إصابة، من 40 حالة وفاة حصلت منذ بداية يعني الفيروس كورونا وحتى الآن، بالإضافة إلى إصابات أخرى حدثت في هذه المنطقة. بالأمس أيضا كان هناك وفاة لأحد الأشخاص المهجرين هنا على الحدود السورية التركية، بالإضافة إلى وفاة أحد الكوادر الطبية شمال سوريا في مدينة دار تعزة. منذ قليل أيضا أعلنت فرق الدفاع المدني عن حالة وفاة في مدينة سلقين شمال غرب سوريا. بصراحة أنها يعني أعداد الوفيات بدأت تتصاعد نتيجة يعني امتلاء مراكز العزل في منطقة إدلب وفي منطقة الشمال السوري، وعجز يعني الكوادر الطبية عن استيعاب المزيد من الإصابات في منطقة شمال وشمال غرب سوريا. بالنسبة للأدوية يعني إبراهيم، بالنسبة للأدوية، الأدوية المخصصة لعلاج كورونا، هل متوفرة في هذه المناطق؟ وبالنسبة أيضا للمراكز العزل الجديدة بالإضافة للمراكز التي ذكرتها بأنها مكتظة وغير قادرة على استيعاب المزيد من المصابين. نعم بالفعل أيهم، يعني في الفترة الأخيرة امتلأت هذه المراكز، هناك نقص يعني في الحاجيات الطبية كثيرا في هذه المراكز نتيجة الأعداد الإصابات الكبيرة التي تحدث يوميا. يعني في الفترة الأخيرة لاحظنا يعني من عمليات الوفاة تحصل لأشخاص مصابين ما لديهم أمراض مزمنة، كما حدث في الأمس يعني توفي شخص يبلغ من العمر قرابة 35 عاما في منطقة المخيمات، يعني تبين في وقت لاحق أنه يملك أمراض مزمنة كمرض العضال وغيرها. هؤلاء الأشخاص هم بحاجة إلى أدوية شديدة يعني كثيرة في هذه المنطقة. هنا توفر هذه الأدوية يكون يعني صعب جدا وتحصيلها نتيجة الحالة المعيشية التي تعيشها الأهالي، خصوصا هم هنا في منطقة المخيمات. المصادر الطبية تحدثت عن نقص في الخدمات الطبية المقدمة لأعداد يعني المصابين بفيروس كورونا في مناطق في مشافي العزل. نعم، ليس بأفضل حال. هل جاء فرض المجلس المحلي كما قررنا بلدة بزاع التابعة لمدينة إدلب هذا القرار بإغلاق المدارس، وجاء لتخفيف تفشي فيروس كورونا؟ وهل نتوقع أن تفرض بقية البلدات قرارات مشابهة لهذا القرار؟ نعم يعني كان هناك إغلاق لبعض المدارس في طبعا بزاعة بريف حلب الشمالي طبعا، لكن هناك عدة قرارات كانت قد صدرت هنا في منطقة إدلب أيضا بإغلاق المجال التعليمي هنا في هذه المنطقة لأيام، ثم عودت يعني فتح هذه المدارس، لكن الإجراءات الوقائية المتخذة هنا في منطقة إدلب ضعيفة نوعا ما. كيف يعني عندما يتم إغلاق المدارس أو المقار الحكومية هناك التزام من قبل الأهالي، لكن هناك ضعف في الالتزام في الأسواق المقامة خصوصا في منطقة إدلب. اليوم هذه الأسواق لا تزال تعمل بشكل كبير جدا، وخصوصا أسواق داخل مدينة إدلب التي تكتظ بالمدنيين يعني قرابة الأهالي هناك بشكل يومي، يعني تخرج إلى هذه الأسواق. وهنا المصادر الطبية تحدثت عن ربما الفجوة الكبيرة التي تحصل لدى الأهالي بامتناع بذهابهم إلى هذه الأسواق والامتناع عن يعني الحجر المنزلي، وهو ما يعني ما حذر منه الدفاع المدني خلال الفترة الأخيرة، طالب الأهالي بالامتناع عن الذهاب إلى هذه الأسواق. في استجابة إبراهيم، هل هناك استجابة لهذه الطلبات بالالتزام بالمنازل؟ نعم، على أقل تقدير مثلا؟ نعم أيهم، الاستجابة ضعيفة جدا في هذه المنطقة، وخصوصا هنا منطقة إدلب. الناس هنا ما زالت يعني تذهب إلى الأسواق وتقوم بشراء حاجياتها. لا يوجد يعني سلطة حقيقية أيهم تقوم يعني بفرض الحجر المنزلي ربما هنا في هذه المنطقة. الأهالي لا تزال تزاول كل أعمالها في منطقة إدلب، وأعداد الإصابات بدأت يعني المعدل الوسطي للإصابات بدأ يتراوح ما بين 300 إلى 500 إصابة بشكل يومي يعني في الفترة الأخيرة.
لقد هناك ضغط كبير جدا على القطاع الطبي هنا في منطقة إدلب لاستيعاب هذه الأعداد. هناك يعني ضعف حقيقي من الأهالي في اتخاذ الإجراءات الوقائية. نتمنى يعني من الأهالي أن يلتزموا بالتباعد الاجتماعي وبارتداء الكمام، ونتمنى لهم السلام. نشكرك، كنت معنا مراسلنا إبراهيم السوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.